السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهني دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بهذا العيد والعرس الوطني 51. نحن قبيلة الكلباني، هني قائدنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذا الفرحة، ونحن كلنا في خدمة البلاد، وهاي اليوم اللمة الجميلة لهاي القبائل تظهر المأثور الجميل والمشاعر الطيبة من هذه الجماعة الطيبة للوطن. بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة نرفع آيات التهاني، وعندنا بعض الأبيات: عسى أن تنال الإعجاب وتوصل للمستوى اللي يستحق هذا الوطن، ومننا نحن كقبيلة الكلباني. يقول: يا سائلين العز والفخر والشان، فاثنين ديسمبر بيان اتحاده. يا سائلين العز والفخر والشان، فاثنين ديسمبر بيان اتحاده. وحد وطن قوى عزم رص بنيان، اخى شعب عند اللزايم زناده. عمر لنا دوله نعم خير الاوطان، الامارات فخر العز تاج الرياده. الها السمات الشم طولات تبيان، بين الامم سبق الفعايل اشاده. تحكم منابرها للطول شجعان، الشيوخ نعون التوحد اسناده. سبعه على كف الهدى هم اخوان، حكام امارات الوفا ظله ومداده. ونبراسهم شيخ التميمة آل نهيان، محمد بن زايد زعيم الصف سادة. أمن الوطن وللشعب أب وأمان، تفداها أرواحنا سيدي نقوة القادة. جعله في حفظ الرب خلاق الأكوان، شيخ الوطن رئيس الدولة وعمادة. ويا طالبين العز والطول والشان، اثنين ديسمبر فخر، هذه اعياده. حمد بن مسلم الكلباني عن قبيله الكلباني.